وللحديث عن اجتماع الحكومة الذي انعقد بولاية خانشلا ومجمل القرارات التي ترتبت عن هذا الاجتماع، يلتحق بنا الآن على المباشر عبر مكالمة هاتفية سيد سليم مراح، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن ولاية خانشلا. مساء الخير سيد سليم. مساء النور أستاذة، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. بداية سيد سليم مراح، خلينا نتحدث عن أهمية انعقاد أول مجلس حكومة خارج العاصمة وبالتحديد بولاية خنشلة. في الحقيقة هذه التفاتة تاريخية، أول مرة في تاريخ الجزائر مجلس حكومة ينعقد خارج العاصمة وخارج قصر الحكومة، وشاءت الأقدار أن تكون ولاية خنشلة أول ولاية في تستقبل هذا الاجتماع الرفيع المستوى، وأين كانت فيه قرارات هامة، وبالأخص أنه قرارات هامة وبرنامج خاص اتخذت فيه قرارات لولاية خنشلة وفي ولاية خنشلة، وهذه هي الخصوصية، وهذه التفاتة من السيد رئيس الجمهورية وهو مشكور، وكل الشعب وكل سكان ولاية خنشلة جد فرحانين ويشكر السيد الرئيس على التفاتة، وهذه من الوعود التي حققها على نفسه وقد وفى والحمد لله، ونحن على ذلك من الشاهدين. طيب سيد سليم مراح، بالحديث عن مخرجات اجتماع الحكومة، نجد أنه مس العديد من القطاعات الوزارية وكانت فيه عدة قرارات من أجل العمل على تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة. هذا البرنامج التكميلي في اعتقادك سيد سليم مراح، إلى أي مدى راح يسهم في التنمية المحلية على مستوى ولاية خنشلة، خاصة أنه مس عديد من القطاعات؟ في الحقيقة هو البرنامج التكميلي بالتحديد، وحسب ما صرح به السيد الوزير الأول وزير المالية، هو مس 17 قطاع يعني بالتحديد، وتعتبر كلها قطاعات هامة، ويهدف البرنامج أصلا في فك العزلة على الولاية وبعث التنمية من خلال أولا الذهاب إلى تهيئة المنشآت والبنية التحتية للولاية، وفك العزلة عن طريق طرقات ازدواجية من خلال أنها تربط المناطق الجنوبية للولاية مع المناطق الشمالية، واللي راح تعطي انتعاشة اقتصادية وإقلاع اقتصادي فلاحي للولاية، كما مس قطاع الفلاحة بالإضافة إلى القطاع الصناعي من خلال إنجاز مناطق صناعية، خلق مناطق صناعية، وكذلك إعادة الاعتبار للمصانع والمؤسسات العمومية التي أغلقت. فقد قرر البرنامج من خلال هذا البرنامج تقرر إعادة الاعتبار إلى هذه المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الأمن المائي لهذه الولاية، وكذلك دون أن ننسى قطاع النقل من خلال إعادة الاعتبار ورد سكة الحديد القديمة، وكذلك إنشاء عدة مؤسسات وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل ناهيك عن السياحة، وخاصة السياحة الحموية. وكما يعرف الجميع أن ولاية خنشلة تزخر بحمامين معروفين، حمام صالحين وهو حمام روماني قديم ومعروف، وقد خصص له برنامج خاص لتهيئته، بالإضافة إلى الحمام البخاري، حمام الكنيف، الذي يعتبر كأيقونة من أيقونات السياحة الحموية في ولاية خنشلة وفي الجزائر. ولمعلوماتكم ولمعلومات المشاهد الكريم، فإن هذا الحمام فهو الوحيد على المستوى الأفريقي والعالم العربي والعالم، وهو الثاني على مستوى العالم بعد الحمامات البخارية الموجودة بكوريا. وهذا الالتفاتة ستجعل منه رمز ويعني ذخر للولاية، وخاصة لإقلاع السياحة ككل والسياحة الحموية خاصة في المنطقة. طيب سيد سليم مراح، بالحديث عن البرنامج التكميلي للتنمية ولاية خنشلة والذي شمل حوالي 17 قطاع وزاري، وتنفيذ هذا البرنامج سيتم حصريا بواسطة أداة الإنجاز الوطنية والذي سيمتد على مدى السنوات 2021-2022 وكذا 2023، في اعتقادك سيد سليم مراح، حتى يتم العمل على استكمال ورقة الطريق، ما هي الأولويات الواجب تسطيرها
حتى نشهد التنمية المحلية بالتحديد على مستوى الولاية؟ في الحقيقة الأولويات هي محددة، وقبل بل نقول أن الواقع والواقع الاجتماعي وواقع التنمية جعل القطاعات تفرض نفسها كأولوية، والبداية تكون بأولوية قطاع الأشغال العمومية من خلال إنجاز الطرقات وفك العزلة وربط المناطق. فنجد المنطقة الجنوبية صحراء الممشى، فهي منطقة غنية وغنية بثرواتها، خاصة إنتاج القمح، وقد احتلت المراتب الأولى في السنتين الأخيرتين. وبذلك فيجعل أنه ربط طريق بمقر الولاية مع المنطقة الجنوبية مرورا ببابر ششار وصولا إلى الميتة عن طريق سيار، فهذا الطريق مهم، ويعتبر طريق أو شريان اقتصادي هام. بالإضافة إلى البداية في وضع ازدواجية الطريق الحد والطريق الدولي الذي يربط خنجلة بتبسة إلى غاية حدود دولة تونس الشقيقة، فهذا الطريق سيعطي ديناميكية أكثر للسياحة في الولاية. كذلك إذا ازدواجية الطريق بين خنشلة محمل ودائرة ولاد رشاش مرورا إلى ولاية تبسة، فسيفتح الآفاق أيضا لهذه الولاية. كذلك الطرق التي تربط مناطق بوحمامة وقيس بمقر الولاية، وهناك مطالب لجعل الطريق البلدي لبوحمامة إلى طريق وطني، بحكم أن جميع الولايات تقصد بلدية بوحمامة لشراء ولا لشراء تفاح بوحمامة، وأصبح يعني مصب ومركز، بالإضافة إلى وجود سوق للجملة للتفاح، وإضافة إلى سوق الجملة المواد الغذائية بمدينة قيس. كل هذه لازم لها طرقات. ثانيا، الأولوية الثانية جاءت للأمن المائي من خلال السدود، سد الرخوش وسد القطة الزرقاء ببوحمامة، وكذلك سد بابار الذي سيتم ربطه ببلدية بابار وبلدية عين طويلة مرورا ببلدية المحمل وبلدية خنجلة، بالإضافة إلى سدود أخرى، وبالإضافة إلى المطالبة بتفعيل سد بودخان الذي يعتبر يعني سد كبير ويقدر تكون عنده سعة استيعاب الماء تقارب سد بن هارون لميلا. أشكرك جزيل الشكر السيد سليم مراح، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن ولاية خنشلة، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل التي قدمتها فيما يتعلق باجتماع الحكومة.